مواصل شغال في وسط البلد. ما ينفعش اجي من وسط البلد اتمشى على الترجمان ب3 جنيه تاني عشان اخد عربيه العمال. انا حدودي على قد يعني انا بركب ب3 جنيه كده هيخلوني اركب ب5 جنيه صح ولا غلط؟ وغير الوقت يعني انا عشان اجي من الاسعاف اروح لحد الترجمان عايز ادفع 2 جنيه تاني واركب عربيه العماره ب2 جنيه تاني. انا اساسا باجي من هنا من عند العماره بركب الاسعاف ب2 جنيه بس. يبقى دلوقتي اروح واجي ب10 جنيه من ما كنت بروح ب4 جنيه. الموقف هم يعملوا له نظام مجرى صغيره ويمشوا في الاسعاف زمان. كانوا عاملين لنا يعني الموقف ده من زمن الزمن في الاسعاف. انت طول عمرنا احنا بنحمل من الاسعاف. ايه اللي يودينا الترجمان نحمل من الترجمان؟ ايه اللي يخلففنا اللفه دي؟ طب ما انا ليا موقف في الاسعاف بحمل منه واقف على جنب واقف جنب الرصيف. بس كده ادي كل الفكره. احنا عاوزين الموقف بتاعنا يبقى مكانه ما يتنقلش. احنا عاوزين الموقف مكانه عشان ما فيش زبون هيروح من الاسعاف هيروح للترجمان. حرام.